السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم، الله يحفظكم ليا كما القاعدة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم إخوان ديالي عندي لكم أجوبات كثار. اليوم غادي نجاوب لكم على بعض شي أجوبات، أسئلة ديال نور الفرقان. كيقول في السؤال ديالو، أنا قسمت القسمة ولكن الأم دارت لي الكومبلي وكتربي. كنقول للأخ ديالي، إلا كانت القسمة ديالك قسمتيها والأم ولات عمرت وكثر فيها النحل وبغات طرد، كتربي لك بيوت مالكات، حاول إلا بغات تعود ليها القسمة، أو لا حيد ليها بيوت المالكات قسم بهم خاليات وحدين أخرين وعطيها الشمع الأساس وعطيها عسالة وخليها تطلع توسع الفوق وما تبقاش تربي لك. هذه هي الطريقة اللي غدير لها. السؤال الثاني ديال الأخ الآخر كيقول، أنا عندي خالية العام كله هي كتدخل حبوب اللقاح ولكن البيض فيها قليل، علاش ما كتبيضش مزيان وما كيكثرش فيها النحل؟ كنقول للأخ ديالي، الخلية ديالك اما عندها مرض في الحضنة ما كتنجح لهاش، او لا الملكة عندك شارفة ما كتبيضش مزيان. هذه هي الطريقة اللي عندك، بدلها الملكة اخي العزيز، بدلها الملكة اخي العزيز وغادي تقوى الخلية ديالك الا بدلت لها ملكة وعطيتها لها صغيرة. سؤال ديال الأخ واحد خور يقول، أنا درت مراقبة للخلية ديالي السيمانة الفايتة ولقيت الخلية عامرة بيض، وليت عاود درت لها مراقبة هاد السيمانة لقيت البيض ما كاينش والنحل ما كاينش والعسل كلاه النحل. أخي العزيز، يمكن مع المراقبة ديالك درتي وقع عندك البياج والنحل هجم لك على الخلية وقتل لك النحل، أو لا النحل هرب ما يمكنش، الخلية كانت عامرة ولات ما فيها عسل ما فيها نحل ما فيها بيض، هذا الشيء غريب. الخلية ديالك قتلتي ليها الملكة ولا درتي ليها شي طريقة، والنحال خرج هرب، او لا وقع لك البياج وخديتي وخدا لك العسل منه ومات النحل كله. سؤال واحد اخر ديال الاخ كيقول، عمي بوجمعة، انا درت مراقبة للخليات ديالي ولقيتهم عامرين ودرت لهم العسالات، درت لهم حاجز ملكي ودرت العسالات وطلع لي النحل العسالة وعامرة بالنحل، واش يمكن ليا نزيدها شبكة أخرى وندير لها عسالة، ولا نخلي لها غير الشبكة اللي عندها وندير عسالة؟ أخي العزيز، الخلية ديالك عامرت وطلع لك النحل العسالة وبغيت تزيد عسالة وحدة أخرى بلا ما دير قرياج ديال الحاجز ملكي، دير عسالة وخلي النحل ديالك يطلع، عندك الشبكة الأولى الله يجعل البركة، ما تعطيهاش الشبكة وحدة أخرى، دير عسالة زايدة وما تعطيش الشبكة.
سؤال ديال الاخ كيقول عمي بوجمع، انا قسمت الخلية وقسمتها على ثلاثة، واش غتربي لي بيوت الملكات ولا ما غتربي ليش بيوت الملكات؟ كنقول للأخ ديالي قسمتي الخلية ديالك، خرجتي منها جوج طرود والأم الثالثة، إلا قسمتي القسمة متعادلة يعني بيض صغير في كل خلية وبيض حضنة مغلقة في كل خلية، عسل وحبوب اللقاح في كل خلية، يمكن الخلية ديالك ما تكذبش، غتربي لك بيوت الملكات وغتنجح لك القسمة ديالك إلا درتي هادشي متعادل. وإلا قسمتي شي وحدة ما عطيتيهاش بيض ديال 24 ساعة ولا بيض مفتوح، ما غتربي لكش بيوت الملكات، على حقاش ما عندهاش بيض صغير، وبيض صغير راك كتربي منه الخلية بيوت ملكية. وهذه هي الطريقة أخي العزيز. السؤال يا الأخ كيقول عمي بوجمعة، أنا درت مراقبة الخلية ديالي ولقيت، كنت كنجبد في الإطارات ولقيت عسل في الإطار الطرفاني، واش يمكن لي نحيدو لها ونعطيها الشمع الأساس ولا نخليه لها؟ كنقول للأخ ديالي بغيتي تاكل العسل، بغيتي تاكل العسل حيدو لها وعطيها الشمع الأساس، ما بغيتيش تاكل العسل خلي لها العسل ديالها تقوى بها حتى ليامات العسل وحيد العسل ديالك. والخلية ديالك إلى عمرها دير لها مراقبة على بيوت الملكات باش ما يكونوش، وتطلع لها جوج حاضنة الفوق وعطيها جوج شمع أساس لتحت في الأطراف، وخلي الخلية ديالك توسع والله يسخرك. سؤال واحد خور ديال الأخ، عمي بوجمعة أنا عمرت الطرد، لقيت الطرد قريب الخليات ديالي بواحد العشرة المتر وعمرته، واش يمكن ليا نخليه في بلاصتو أو لا نجيبو ندخلو الخليات نحطو مع الخليات؟ أخي العزيز عمرتي الطرد ديالك خليه يتجمع وحولو وحطو فين بغيت والله يسخر الجميع. سؤال واحد خور، حميصة عبد السلام، حميصة عبد السلاولة، مهم سؤال واحد خور كيقول في الأخ السؤال ديالو، أنا حولت خليات ديال النحل شريتهم وجبتهم المسافة ديال 4 سوايع ديال الطريق، وملي حطيتهم عندي في البلاصة اللي بغيت نحطهم فيها وحليت عليهم ودرت زيارة الغدا في الصباح، لقيت الخليات ديالي أمام الخليات كله نحل ميت، ما ميتش كله ولكن نحل كتير ميت قدام الخلية. كنقول للأخ ديالي الخليات فيهم النحل كتير وسديتي عليهم في المسافة ديال داك الطريق، ما تحملوش الحرارة لداخل ديال الخلية، كاين نحل كتير، كاين الحضنة، النحل ديالك النحل عندك مع الطريق مع السكوس تخنق، تخنق النحل ديالك ومات منو هذاك البركة. ونطلبوا ربي يخلف لك ويخلف لجميع المسلمين، إذا كان ما ماتش كله ما تخافش عليه،
داكشي اللي مات غيخرجوا النحل يلوحوا على برا، وحاول دير مراقبه وخوي شي حاجه الا باقا لداخل باش ما يبقالكش لداخل تمرض لك الخليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوان ديالي تبارك الله عليكم وعواشركم مبروكه، وسمحوا لينا للروطار. السلام عليكم.